هلا بالبدايه كنت واجه كثير صعوبات، كان مشي على عكاز كانت كيف بالبدايه، بس هلا الحمد لله يعني بمشي ولا بتعيقني اجري ابدا ابدا، وعكازات بحسهم هلا كانه هن مني يعني قطعه مني. صرت اشتغل بالالبسه الاوروبيه، صرت اطلع فوت مع رفقاتي، الحمد لله عايش حياتي وما بتعيقني اجري الحمد لله ابدا ابدا. مرضت مرض السرطان عام 2017، اضطريت اعمل عمليه البتر. تاثرت كثير بالبدايه انه انا هوايتي كره قدم ما بحسن مارس هوايتي مثل اول. تعرفت على فريق كره قدم من المبتورين مدينه ادلب، يعني فرحت كثير، يعني فريق كره قدم من المبتورين يعني حالتهم مثلي. انضميت للفريق، تواصلت مع الكابتن محمد شيخ الحدادي وانضميت للفريق. واجهت صعوبه كثير كثير بالبدايه انه انا ما احسن ارقد مثل سرعه مثل سرعتي قبل البتر، وما احسن العب كره قدم برجلي الشمال، يعني كنت انا لاعب بالرجل اليمين. واجهت صعوبه كثير كثير بالبدايه، بس الحمد لله بعد تمرين 3 سنين صار لي بتمرن، صرت مهاجم الفريق، والحمد لله هلا عندي مهاره يعني اللاعب السليم امتلك الحمد لله رب العالمين. بحضر مباراة مع بين تركيا وانجلترا للمبتورين ذوي الاحتياجات الخاصة نهائي امم اوروبا، انتهت بفوز تركيا 2-1. وشفت اللاعب التركي افضل لاعب بالعالم باريش قايم بحركة كتير حلوة، يعني واقف على عكازات ورافع جسمه كله لفوق، يعني قلت هذا الشخص مثله مثلي، يعني ما هو احسن مني بشي. حاولت اتمرن على حركة واجهت صعوبة كتير كتير حتى حسنت اتقنها، والحمد لله هلا بعملها بكل اريحية وما بتعيني ابدا ابدا.